هاي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جاي بقراءة عامة لبرج الجدي، رح احاول احكي فيها عن الاحوال العاطفية لك وللشريك، وكذلك رح اتحدث عن الوضع العام. رح اتحدث كذلك حتى عن المعزيب، رح نشوف شو بخبر لهم شهر جون. وكذلك رح اتحدث عن الاحوال العامة لك، ورح نشوف شو بيخبي لك شهر جون. هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع، وفي إمكانية أن تكون قراءة عكسية. أوكي، بالنسبة لك يا برج الجدي، عم شوفك كأنه التقيت بشخص كتير جذاب بحياتك، كأنه كنت عم تحلم فيه، كأنه كانت هذا اللقاء بمحض الصدفة، أو كان هذا اللقاء ما كان يعني بالشكل الرومانسي أو بالشكل الذي كنت بتتوقعه يا برج الجدي. ممكن نشب بينك مشكل بينكم ومشكل، وهذا المشكل خلاكم تتعرفوا على بعض وتصيروا مهتمين ببعض أكثر. أوكي، عم شوفوا لهذا الإنسان كتير، أو كنت واخد نظرة مغلوطة عن هذا الإنسان على أنه يعني شخصية عم تحب حالها وشخصية متكبرة، بس بالأخير صرت معجب أكثر بهذا الإنسان. عم شوفك كأنه تريد، أنت مغروم بالوقت الحالي. أوكي، عم شوف في غرام كتير كبير بهذه القراءة. عم شوف للشريك كذلك مغروم. هذا الإنسان لأنه عم تطلع لي the lovers، هذا الإنسان بحبك كتير. عم شوفه عم يتواصل معك، بس يعني ممكن الأوضاع الحالية ما عم تخليكم تلتقوا ببعض أكثر، بس في حب كتير كبير وكتير قوي بيناتكم. عم شوفك ممكن تحب برج السرطان أو تحب برج الجوزاء أو الجدي، حتى الأسد. أوكي، عم شوفه لهذا الإنسان كتير محبوب، شخص كتير ناجح، وممكن حتى شخصية بتشتغل بقطاع التعليم، ممكن تشتغل بكل شيء يخص الجمعيات وإعطاء للناس والمساعدات الخيرية للناس. كذلك ممكن حدا يشتغل بالسفر، بالوكالات تبع السفر، ممكن حدا عم يشتغل بالمطار، أي شيء يخصه بالسفر. وكمان عم شوفه لأنه إنسان محب، هذا الإنسان محب جدا للسفر. عم شوفك كذلك لأنه أنت مشاعرك تجاه هذا الإنسان ليش مكسور القلب؟ ليش بقى؟ عشان في حب كتير قوي. عم شوفك ممكن نشب بينكم شيء او مشكل، وانت حاليا او ممكن انتوا حاليا مع بعض ما عم تشوفوا بعض، او عندك مشكل مع هذا الانسان. عم شوف في شيء او مشكل يقع بينك وبين هذا الانسان، يتعلق بالغيرة، يتعلق ممكن هذا الانسان بالوقت الحالي ما عم يحكي معك كتير، وهذه الأشياء عم تسبب لك أنت ألم يا برج الجدي. بالنسبة لإله، عم شوف على أنه هذا الإنسان بحبك، بس في مشاكل بينك وبين هذا الإنسان، مشاكل تتعلق بالمال. ممكن للبعض فيكم يكون مشكل بالاستقرار، عندكم مشاكل بالكوميونيكيشن أو بالتواصل، عندكم مشاكل كتير عديدة بالعلاقة، بس عمدا العلاقة فيها حب كتير قوي. انتم منجذبين لبعض وفي حب كتير قوي بيناتكم، بس المشاكل عم شوفها هيك بتنط نط بينك وبين هذا الانسان. عم شوف الوضع الحالي، بالرغم من انه في مشاكل وفي مو حتى ممكن المشاكل الحالية اللي عم تظهر بالعلاقة سببها فكري وذهني اكثر، ما عم تحكوا لبعض، ما عم تقولوا لبعض هذه الاشياء. ممكن انت عم تحس فيها، انت عم تحس مثلا انه هذا الانسان ما عم يتواصل معي جيدا، او ما عم يسأل عني كل وقت، او عم حسه انه مثلا ممكن يحكي مع احد. هذه احاسيس فقط، ما عم شوفه شيء فعليا، يعني عم تشوفه، عم تلمسه. اوكي، ما يعني ما في ديسبشن او في افتراق بينك وبينه، بس ممكن هذه الاحاسيس اكثر
تشعرونها أنت والشريك. بالنسبة للوضع الحالي عم شوفكم أوكي، الحياة عم تحكوا مع بعض، وفي تبادلات للكلام الحلو، في يعني في مجال للكوميونيكيشن الطيبة الحلوة، في خط تجاذب كتير عالي بينك وبين هذا الإنسان. عم شوفك أنت كأنه أنت عندك فكر أو مشوش الفكر، أو عم تشك بهذا الإنسان. عم شوف في شك كتير كبير، وعم شوف في غيرة، عم شوف في تملك ممكن، لأنه أنت عم تحبه لهذا الإنسان، عم تشك فيه وعم تشك بنواياه الداخلية. عم شوفك ما عم تنام، عم شوفك شوي هيك عم تحلم كل ليلة فيه، وعم تفكر بهذا الإنسان. عم شوف حتى الإنسان الآخر إنسان صراحة بهذه القراءة عم شوف في مشاكل تتعلق حتى بالعائلة، أوكي، أو مشاكل في العائلة. كلكم عم شوفكم اتنيناتكم في مشاكل تتعلق بالعائلة، تتعلق ب للبعض منكم يريدون الطلاق لهذه الدرجة يعني، خاصة المتزوجين عم شوفهم كأنه يرغبون بالطلاق أو الابتعاد عن بعض، مع أنه في حب، مع أنه في غرام، مع أنه في كتير أشياء تجمعكم بعض ببعض، بس في شيء أو في مشاكل دفينة ما كنتوا عم تفصحوا عنها، عم تخليكم أنتوا كأنه كنتوا عم تراكموا مشاكلكم، عم تراكموا الأشياء اللي كانت بقلبكم، ما كنتوا عم تبوحوها، بفرد مرة صارت كأنه بوم، انفجار يعني، انفجرتوا ببعض، صار كل واحد يريد الابتعاد عن الآخر. بس يعني غريب غريب، لأنه القراءة فيها نوع من الحب والغرام والشغف والشك وكل شيء، وهيدا الحب، و كمان فيها نوع من الرغبة في الانفصال والابتعاد عن بعض، كانوا حد ما عم تفصحوا لبعض، عم تخلوا مشاكلكم تخلوها بقلبكم، ما عم تقولوها لبعض. ممكن انتو هذه المشاعر عم حسها اكثر تجول بالفكر وبالداخل اكثر، ما عم تظهروها، لان عم شوف الوضع الحالي انتو عم تتكلموا، انتو عم تحكوا، حتى لو كان في جفا وفي في نوع من الابتعاد ولو الطفيف، بس عم شوف في كوميونيكيشن وفي حكي. عم شوف كذلك على انه رح تضلوا هيك يعني يعني انا عم شوف صراحة، وكما يظهر لي اذا ما اشتغلتوا ما حكيتوا لبعض، ما قلتوا اللي بقلبكم لبعض، رح تضل هذه العلاقة مرهونة، او كل واحد رح يضل يراكم اشياء داخلية وباطنية بالعقل الباطن، كل واحد رح يقول لحاله او يحقد على الانسان الاخر لانه ما بيفهمه، لانه ما بيعرف شو بده بالحياة، لانه وانتم ما عم تتواصلوا ما فيك تفهم او يغير الانسان اللي بداخله لو لم تفصح انت بما في داخلك يا برج الردي. عم شوف في كبح للمشاعر، العلاقة فيها غموض، والعلاقة فيها نوع من الغرابة صراحة. ممكن انتو عم تتعاملوا مع برج الأسد، سرطان، جوزاء، حمل وعقرب. حتى برج الجدي ممكن، وبرج الثور. بقول لك انه صراحة ال يعني ما صار عندكم
في كيمستري كتير عالية أو أتراكشن، ما صار أصلا بالعلاقة نوع من الانجذاب، يعني كأنه العلاقة صارت عم تذبل شيئا فشيئا، وصار كل واحد يبتعد بطريقة سلسة. اوكي، كانوا العلاقة ما صار فيها انجذاب كتير كبير. وكمان عم بقول لك انه احلامك لازم شيء من الواقعية او الشيء او تعمل اكشن. اوكي، يعني اذا بدك انتو هذا الانسان انه تصلحوا الامور بيناتكم، لازم تفصحوا عن مشاعركم، يعني ما راح تضلوا هيك يعني مبتعدين عن بعض، وما بتحكوا وما بتقولوا اللي بقلبكم، وتتحسن الامور. يعني الصلاة فقط لوحدها لن تفلح. يعني الدعوات حلوة، جيدة جدا انه تدعوا الله اكيد لتغيير الامور، بس لازم انتو تعملوا اكشن، انه تحكوا اللي بقلبكم، انه تتكلموا بالمشاعر التي تجول بخاطركم. بالنسبة كذلك للناس اللي عزي عم شوفهم كأنه كانوا بعلاقة، وهذه العلاقة ستعود من جديد لتظهر على السطح. هذه العلاقة كان فيها نوع من الشك أو الغيرة، وكانت علاقة كتير طويلة الأمد، عم شوفها رح ترجع للحياة من جديد. ممكن البعض منكم أنتوا تتعاملون مع برج الجدي أو برج الميزان، ممكن كذلك على أنه عم شوف هذه العلاقة رح تتحسن أكثر، رح يكون فيها نوع من العدل ونوع من الصفاء الذهني. ممكن أنا عم شوف حتى خطوتك تجاه هذه العلاقة، عم شوف أنه رح تكون في صلحة وفي تبادل الكؤوس، يعني رح ممكن تسامح على الإنسان. أوكي، بالنسبة للحياة العامة برج الجدي، عم شوفك ممكن أكثر عم تتواصل على الإنترنت، ممكن اشتغالك الحالي على الإنترنت كذلك، عم شوفك عم تشتغل كتير، وممكن في حصاد كتير كبير رح يحصل بهذا الشهر. عم شوف كأنه في بادرة خير أو في بادرة أموال رح تأتي إليك، ما تخاف من الخسارة. عم شوف في نوع في 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 اهتمام اكثر بالروحانيات، عم شوف ممكن عندك decision، او ممكن عم شوفك تهتم اكثر او تفكر بالزواج، عندك اهتمامات بالزواج. عم شوف كانه انت تدعو الله من اجل ان تتزوج بهذا السنه، اوكي، او بهذا الشهر. عم شوفك يعني تحقق الاموال بعد تعب طويل. ممكن ما تقول انه بالوقت الحالي الاوضاع الماليه مش جيده، خلاص انتهت الحكايه، لانه عم شوف في وعد بالاموال وتدفق الاموال برج الجدي. ممكن اكثر اهتم بكل ما يتعلق بالصفاء الذهني، لانه عم شوف الذهن مشوش والقلب كذلك حتى هو تعبين. اهتم للعائلة كذلك، واهتم لكتير اشياء. عم شوف يعني عم شوفك عم تشتغل كتير يا برج الجدي، عم شوفك تهتم للوضع العملي كتير. عم شوف كذلك على انه شوف كذلك عم شوف في تواصلات، عم تتواصل بالشركة، عم شوف في رساليات، في عم ترسل لشركات، ممكن عندك إرساليات عم تحصل عليها، ممكن حتى تتراسل مع ناس كتير بالشغل على السوشيال ميديا كذلك. عم شوفك عم تتواصل بالوقت الحالي، عم شوفك كذلك عندك مصاريف كتير عالية. عم شوف في وعد بالنجاح المادي برج الجدي، حتى لو كان بجون أو من غير جون. عم شوف في كذلك في ربح مادي، او في حدا رح يجلب لك مال، ممكن حدا اقرضته مال رح يجلب لك هذا الاموال. عم شوف ممكن هذه الاموال تأتي من العائلة او تأتي من شيء يخص السفر او شيء يخص حتى الشريك، يعني ممكن الأموال تأتي من العائلة أو شيء يخص السفر أو حتى من الشريك، ممكن هذه الأموال تأتي كذلك. عم شوفها لأنه ممكن يكون في
في ابتعاد وفي انزواء بهذا الأسبوع أكثر. ممكن عم شوفك تهتم للعمل ونتاج العملي، بس الحصاد رح يكون جيد، يعني جيد جدا. عم شوف في ورقة الحصاد والنجاح العملي الكبير، من بعد هذه المشقة رح يكون نجاح عملي. ممكن يكون عندك مناوشات بالعمل أو في مشاكل تخص العمل، في ناس ممكن حدا ممكن يخلق لك مشاكل بالعمل، بس عامة عم شوف الأجواء، الطاقة العامة تهتم أكثر للعمل وللحياة اليومية. يعني عم شوفك يا برج الجدي تهتم أكثر للحياة العملية، وعم شوفك أكثر تهتم لما يتعلق ب عم شوف عندك طموح وعندك رغبة كتير جامحة بالزواج. هيدا كل شي بيطلع لك يا برج الجدي، بتمنى لك كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.